بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع محور الاشتقاقية والاستمرارية في هذا الفيديو السابع، دائما مع معادلة نصف مماس وتقاطع نصف ممسين عند النقطة الزاوية. راح نحلو في هذا الفيديو التمرين رقم 7 اللي جاي تاع كتاب مدرسي صفحة 58، والفيديو المقبل بإذن الله نحل التمرين رقم 11. هذه التمارين ما تستحقروش بالتمارين تاع كتاب مدرسي، راهي مهمة جدا جدا، يعني هي الأساس، تقدر تقول عليها تبني لاباس تاعك. كنا بالطبع عمرنا الجدول تاعنا، رانا نعمر فيه الجدول، رانا لاحقين حتى لهنا للنقطة الزاوية اللي درناها المرة اللي جازت، يعني الفيديو اللي جاز درنا النقطة الزاوية وتكلمنا عليها. دوك نحلو، يعني نطبقوا، يعني دائما كي ندير حاجه تاع درس حلو التمارين باش نعرفوا وين راني. ها هو التمرين رقم 7، سي اف منحنى الداله اف المعرفه على ار بي اف دو اكس تساوي اكس مربع زائد القيمه المطلقه لاكس ناقص 1. راني نحط لكم خاصه تاع القيمه المطلقه، كي تشوف عباره تاع داله فيها القيمه المطلقه اعرف باللي الداله فيها عبارتين. اسمع مليح شاني نقول لك، تشوف فيها قيمة مطلقة سواء كان دالة أسية ولا لوغاريتمية اللي راح نطيحكم الباك، فيها عبارتين معناتها فيها منحنيين، كما هذه فيها واحد منحنى راهو هاك والآخر يجي هكذا، كاين وين تصيب المنحنى تاعها واحد جاي هاك الآخر جاي هكذا، متامين؟ ومن بعد النحو النص من هذا والنص من هذا نتحصلوا على منحنى الدالة تاعنا. دوك نوريكم كيفاش تخدموا صح. امحينا الصحة. إذن السؤال الأول قال لك أثبت أنه من أجل آش تختلف عن الصفر لدينا أف لواحد زائد آش ناقص واحد على آش تساوي آش زائد 2 زائد القيمة المطلقة لآش على آش. ثانيا، هل هذه العبارة اللي ثبتناها تقبل نهاية عندما يؤول اش الى الصفر؟ وثالثا، اعطي تفسيرا هندسيا للجواب عن السؤال الثاني، ثم اكتب معادلة نصف الممسين لمنحنى سي اف في هذه الحالة. ونزيد لكم انا لانشاء المنحنى. نبدأ على بركة الله. عندنا في السؤال الاول صح، الدالة هاي باينة، معناتها لازم لك يقول لك في الأسئلة بكالوريا أثبت هذا الأسئلة، لازم دايما تنطلق من هذا باش تطيح عند هذا، يعني هكذا لازم نحسبه الأول نطيحه في الثاني، هذا مكان. إذن عندنا كنا نحلو صفحة أخرى بشيء أحسن، هكا أحسن، هذا الصفحة نديرو فيها التمرين ونحلو صفحة أخرى نحلو فيها التمرين باش نكونوا هكا عندنا الوسح. إذن نبدأ F لواحد زائد H ناقص الواحد على H تساوي، ومن بعد واش نديرو؟ نعوضه هنا، نعوضه عفوا أنني داير الأبيض، نعوضه هنا في عبارة الدالة، يعني هذيك واحد زائد H وين كاين اكس نحطو واحد زائد اش، نزيدو نحطو هنا واحد زائد اش، معناتها وين كاين اكس نحطو هذاك واحد زائد اش، متفاهمين صح. اذا واش تساوي؟ نبداو عندنا اكس مربع، انا هنا واحد زائد اش مربع زائد القيمه المطلقه تاع اكس اي واحد زائد اش وناقص واحد، اطريب بيان ناقص واحد بيان على اش بيان، معناتها واش تساوي؟ للفوق عندي واحد زائد اش مربع ا بلس بي او كاري تيكال ا او كاري بلس دو ا بي بلس بي او كاري، معناتها تولي لنا اش مربع زائد 2 اش زائد واحد مربع اللي هو واحد، وبعد زائد هذا الواحد مع ناقص واحد يروح، بقات لي القيمة المطلقة تاع اش بعد الناقص واحد بيان على اش، معناتها هنا كيف كيف عندي ناقص واحد وزايد واحد راحوا،
إذن أتولي لي أش يعني تولي أش مربع زائد 2 أش زائد القيمة المطلقة لأش على أش ربيع. شوف كل وحدة هذه نعزلها وحدها بالمقام تحت تفكيك المقام ونزيد هذه نديرو لها تفكيك المقام معناتها تساوي وهذه نخرجوا اش عامل مشترك لهنا اذا تساوي اش في اش زائد الاثنان على اش زائد القيمة المطلقة لاش على اش معناتها هذا الاش يروح مع هذا الاش إذن واش أعطتنا أش زائد الإثنان زائد القيمة المطلقة لأش على أش هي ولا مشي هي ها هي اللي طبعا أش زائد 2 زائد القيمة المطلقة لأش على أش خلاص. السؤال الثاني هل هذه العبارة تقبل نهاية عندما يؤول الأش إلى الصفر يعني هنا نحسب نهاية العبارة هذه نهاية هذه العبارة بما أنها وجدناها تساوي هذه معناتها نحسب النهاية هذه هي هذه نفسها لما أش يؤول إلى الصفر على اليسار ولما أش يؤول إلى الصفر على اليمين. إذن السؤال الثاني عندي ليميت أف لي واحد زائد أش ناقص واحد على أش لما اش يؤول الى الصفر على اليسار هي نفسها ليميت علاش لان هذه العباره هي نفسها هذه اذا ليميت تحت الثانيه تسهل لي على الاولى صح ليميت اش زائد 2 زائد اش قيمه المطلقه لاش على اش لما اش يؤول الى الصفر على اليسار بس طلع صبور ها إذن واش تعطينا هنا رانا على اليسار انتبه مليح على اليسار يعني القيم السالبة معناتها نحي القيمة المطلقة هذه يعني القيمة المطلقة لأش لما إكس يكون أقل من أي أش يكون أقل من صفر عفوا إذن تعطينا ناقص أش متفاهمين معناتها القيمة المطلقة تاع هذا الاش اذا كان اش اكبر من صفر فان القيمة المطلقة لاش تساوي اش واذا كان اش اقل من صفر فان القيمة المطلقة لأش تساوي نقص أش أكد لي على هذا نحتاجها في التمرين رقم 11 اللي يجي بعد هذا يعني في الفيديو المقبل نفس الشيء متفاهمين صح إذن أنا مدام راهي تؤول إلى الصفر على اليسار قيم السالبة إذن تساوي ليميت لما أش يؤول إلى الصفر على اليسار أي أش زائد الإثنان ناقص نحي القيمة المطلقة ناقص أش على أش معنتها هنا راهي الأش مع الأش تروح تولينا ناقص واحد إذن تساوي ليميت أش زائد الإثنان ناقص الواحد لما أش يؤول إلى الصفر على اليسار كي أش نعطولها صفر واش تبقى لنا اثنين ناقص واحد إذن تعطينا واحد يعني العدد المشتق على غوش يعني أي العدد المشتق غوش اليسار لإكس صبناه يساوي واحد خلاص صح. روحوا درك على اليمين ديروا النهاية على اليمين ليميت اف لواحد زائد اش نقص الواحد على اش لما اش يؤول الى الصفر على اليمين معناتها
h اكبر من الصفر، القيمه المطلقه ل h تعطينا h، اذا تساوي ليميت h زائد الاثنان زائد القيمه المطلقه ل h على h لما h يؤول الى الصفر على اليمين. معناتها تساوي ليميت h زائد الاثنان زائد h على h لما h يؤول الصفر على اليمين. h على h تروح تعطينا زائد واحد، مشي تنحيهم هنا ما تدير والو، هنا عندك زائد واحد لانه صرات شحال مره كانت يحذفهم بعدين يخليها مكاش، لا لا ثم زائد واحد ولا كما درنا قبلها نقص واحد. اذا تبقى لي ليميت h زائد الاثنان زائد الواحد لما h يؤول الى الصفر على اليمين. معناتها كي نعوضوا الاش بالصفر تعطيني 2 زائد 1 اذا تساوي 3. لاحظ العدد المشتق الضروات اي اليمين، واش وجدناه؟ وجدناه يساوي 3 بلس عفوا هنا دير اكس 0 اكس 0 هنا اكس 0 لان نسيت ما درتهاش اكس 0 صح. صح، واحد صبناه يساوي 3 وواحد صبناه يساوي 1. احنا السؤال تاعنا واش قال لك؟ ما قال ما تزيد ما تنقص، هل العبارة هذه تقبل النهاية عندما يؤول h إلى صفر؟ هذا ما كان، ما تزيدش عليها. هنا واش تقول له؟ على اليسار قبلت نهاية، على اليمين قبلت نهاية. ما قالكش هل الدالة قابلة للاشتقاق المشتق، قالك هل تقبل النهاية؟ تجاوب على السؤال، العبارة تقبل نهايتان عندما يؤول h إلى الصفر، هذا هو الجواب، ما تزيد ما تنقص. وما عندي واش قال لنا في السؤال الثالث؟ قال لك أعطي تفسيرا هندسيا للجواب رقم 2، ومن بعد اكتب معادلة نصف المماسين للمنحنى سي اف في هذه الحالة، ونزيد لكم الإنشاء بإذن الله. إذا ثالثا التفسير الهندسي للجواب الثاني صح. بما أن ليميت f لواحد زائد h ناقص واحد على h لما h تؤول إلى الصفر على اليسار لا تساوي، وجدناها ما تساويهاش، لا تساوي ليميت f واحد زائد h ناقص واحد على h لما h يؤول إلى الصفر على اليمين، هذا موجودناه. أو نقدروا نكتبوا، معناتها نقدروا نكتبوا العدد المشتق اليسار لا يساوي العدد المشتق اليمين. خلاص، إذن هنا الدالة غير قابلة للاشتقاق، الدالة غير قابلة للاشتقاق. إذن الكتابة اللي كتبتها العدد المشتق اليسار والعدد المشتق كان خطأ، شكون يجبد لي الخطأ وراه؟ إكس صفر لا تساوي الصفر، عندما h يساوي الصفر يؤول إلى الصفر لا يعني أن إكس صفر تساوي الصفر، هي إكس صفر هنا وراه إكس صفر واش تساوي؟ واحد زائد h، واحد زائد h، ها؟ a بلس h، ولا x صفر زائد h، ها؟ هي x صفر تساوي x صفر تساوي الواحد، إذا هنا
نكتبو واحد ولا هنا نكتبو واحد، معناتها هنا في العبارة هذه نقدر نكتبو هنا اف لواحد وهنا اف لواحد، نقدر نكتب هنا اف لواحد هي واحد، وهنا كيف كيف اف لواحد، عفوا زدت هلكتها، اف لواحد هاك هي واحد، متفاهمين؟ اذا لا يعني ان لما اش تعود الى الصفر باللي اكس صفر هي الاش، لا الاش هاي الاكس صفر والله، ولا الا الا هي الاكس صفر، انتبهوا لهذه النقاط هذا صح. اذا هنا فان الداله غير قابله للاشتقاق عند اكس صفر يساوي الواحد، نحيناها خلاص، عند اكس صفر يساوي الواحد. اذن مادام قابل الاشتقاق على اليسار تاع الواحد، قابل الاشتقاق على اليمين تاع الواحد، اذن سي اف يقبل نصفي. اذن تعلموا كيفاش تجاوبوا سي اف، مناش نحلو في التمرين من اجل حل التمرين، تفاهمين؟ ونروح في عقلي انا، القناة تاعي ماهيش محل تاع الفاست فود الوجبات السريعة، خاطيني انا انسان كبير 63، ربي يطول لي في عمري باش نزيد نفيدكم باذن الله، وانتم ربي يبارك فيكم ويحفظكم. نروح غير في عقلي وسير، ويعني بإذن الله واثق واش راني نقدم معلومة صحيحة بإذن الله 100%. إذن المهم اللي يبغى الوجبات السريعة يروح جهة أخرى. إذن سي اف يقبل نصفي، يعني الوجبات اللي نقدمها أنا كي تكملها تروح تقيل ديركت، يعني تثقل ديركت تروح تقيل، عند اكس صفر يساوي الواحد. ايوه واش نكتبو؟ معاملي توجيهما، شكون هما؟ هما اف، اي اف فتحة اي العدد المشتق اليسار أعطانا صبنا يساوي واحد، والعدد المشتق اليمين صبنا يساوي ثلاثة. هذه هي الكتابة، هذه هي الإجابة، لاحظ كيفها جاوبت. فإن الدالة غير صبنا ما مش تساوين الدالة غير قابلة الاشتقاق عند إكس صفر يساوي واحد، مشي عند الآش يؤول إلى الصفر، خاطئ. أني نهضر لكم بالتجربة، التجربة اللي قبلكم صح. اذا سي اف يقبل نصف المماسين عند اكس صفر يساوي الواحد، راس الكبه هو ذاك الواحد، معامل توجيهه ما اف المهم العدد المشتق اليسار والعدد المشتق اليمين، وين يتقاطعوا؟ يتقاطعان نصفي المماسين، هما اللي يتقاطعوا في النقطة ذات الإحداثيات أ، ذات الإحداثيات أ واحد وأف لواحد، معناه أي أ نكتبها بالأحمر، أ ذات الإحداثيات واحد وواحد، لو بوان أونغولو أي نقطة زاوية، فوالا أكد لي على هذه، هذه هي راس الخيط المنحنى، مبني على النقطة هذه، منحنى معناتها نرسمو زوج منحنيات، واحد نمحو النص تاعو منا والآخر نمحو النص تاعو منا، هذا هو النقص. بعد واش قالوا لنا؟ معادلة نصف المماسين لسي اف
حد التمرين صورك في الباك وصورك في الاختبار عنده خطوات تحترمها وتتبعها حبه بحبه، ماشي انت تحل في التمرين وقيل غلطت في الاخرى وقيل السؤال تاع ذاك السؤال هنا راح تطرطق من راسك. راني في التمرين هذا خلاص نحبس في ذا خطوه بخطوه، عندي خطوات عندي قانون. كيما كشو راك تسوق في السياره، راك تسوق في السياره الشارع يروح من شارع يروح من فيراج منا واحد نقص واحد كذا بلاكا كذا، تحترم القوانين تلحق وراك رايح سالم حاجه ما تصير عليك. تجري ومتهور وهذا دوبلاني ولازم من دوبلي والاخر هكا ساري لها المراجعه المذكره البكالوريا كان مازال ما بديناش العام راهم القلق وفاتوني وانا مازال شغل سباق سباق راهو السباق شكون اللي كمل الوحده الوحدات الاول، وهذاك اكبر خطا اكبر خطا راكم تقوموا به. صح هذوك صحاب الفاست فود هاي معادلتي نصفي الممسين لي سي اف طيب بيان معناتها واش نقصد به؟ عندنا الممس تي لا طونجونت لا نرمزولو بتاع لجل اسمو طونجونت و تي فتحة ممسين لمن لي سي اف عند وين؟ عند النقطة أ. قلت لكم هذه هي رأس الخيط. وش معناه؟ معناه انتبه مليح، المماس الأول إكراك تساوي أي العدد المشتق اليسار لواحد في إكس ناقص واحد يعني إكس صفر هي واحد زائد اف لواحد صح قال اليمين و تي فتحة. شوف كيف راني نجاوب خطوة بخطوة واحدة منا الأخرى منا وهابط غير بعقلي هاس يقرك حتى في الهباطية ولازم ما تجيبها على وجهك وشرطو هباطية واعرة وخداعة صح هكذا درنا تاع القوش دونك الدروات في إكس ناقص الواحد زائد اف لواحد ايوا بدات تبان الامور. معناتها هنا المعادله هنا اكراك تعطيني اكس ناقص الواحد زائد واحد طريبيا وهنا اكراك تعطيني علاش هذا او يعطيني واحد وهذا واحد خلاص هذا ممكن هذا او يعطيني ثلاثه وهذا واحد عندي حسبناه من قبيل ثلاثة في إكس ناقص الواحد زائد الواحد يحب يقول معادلة المماس واحد منهم إكراك يساوي إكس صح والمعادلة معادلة المماس الثاني تي فتحة إكراك يساوي ثلاثة إكس ناقص الاثنان هذا مك بون. أنا زدت لكم من عندي الإنشاء شوف معي مليح خلي المنحنى يتحكى ديروا الإنشاء روحوا للمسودة عندي الدالة تاعي هي اف دو إكس تساوي إكس مربع زائد القيمة المطلقة لإكس زائد واحد وين تكون القيمة المطلقة معناتها الدالة تاعك فيها عبارتين نكتبوا الدالة بدون قيمة مطلقة يعني f دو x هذه أول حاجة تديرها تساوي ماذا؟ تساوي x مربع زائد x زائد الواحد لا أنا ناقص واحد عفوا ناقص واحد ناقص واحد تبقى كيما راهي لما إكس تكون أكبر أو تساوي الواحد
وتساوي إكس مربع ناقص إكس، يعني هذه ندخل عليها الناقص، ناقص إكس زائد الواحد. كشغل نكتبها هكا إكس ناقص واحد وندير هكا خلاص صح. لما إكس تكون أقل أو تساوي الواحد بيان خلاص. اصنع لي خلي هكا نصنعو ورا هذا نكبرو كاروات هادو هكا فوالا خلي هكا راه ملح صح. نجو نرسمو شوفو معايا مليح نرسمو كيما هكا هكا وعندي هكا طريبيا. نقل المبدأ عفوا المبدأ الصفر، ولا هنا عندي ناقص واحد، ولا هنا ناقص اثناني، الواحد الاثناني الواحد الاثناني الناقص واحد إلى آخره. أول حاجة نديرها هي النقطة أ، النقطة أ وين جاية؟ جاية في الواحد، ها هي النقطة أ صح، هذه أ ذات الإحداثيات واحد واحد. طيب نرسم بون، ما راهش نقول لك كيفاش ترسم هذه، انت ترسم راهي مربع حاب يقول جايه هكا قطع مكافئ. المعامل كي يكون المعامل اللي قبل اكس مربع معامل توجيه هاو موجب، والثانيه كيف كيف موجب، معناتها للزوج يجوا هكذا كما قلت لك في بدايه الفيديو. يحب يقول ان هنا الداله نجونا نرسموها، قال نرسموها مثلا بالابيض، قال المهم تفوت من الواحد هذيك تفوت منه، هذه كي نرسموها رايحة تجي هاكا عفوا رايحة تجي هاكا هاكا تفوت من ذاك الواحد وتهبط هكذا وتفوت من الواحد هذا، معناتها هنا هاكا تجي وتروح هاك يعني بالتقريب. ارسمو في اللوجيسيال هذا وتفهم ايديسموس.com، تصيب اللوجيسيال هذا وتأكد واش راني ندير صح. المهم أكد لي على النقطة، النقطة أستاذ خلي لي النقطة تاع الأها كبينة صح. نزيدو الثانية للمنحنى الثاني تاع أقل من الواحد اللي هي إكس مربع ناقص إكس زائد واحد يا صح. هذه راهي تفوت منا ومنا، يعني تجي هاكا جاية هاكا، هذه كي نرسموها طيحنا هاكا وتروح منا هاكا وتروح منا هاكا، يعني قطع مكافئ هذا مكان صمت زوج دوال زوج منحنيات صح. انت بهذرك اللوز راهو هنا الاولى، لما اكس تكون اكبر او يساوي الواحد، يعني اللوز راهو هنا في الواحد، يعني واش ندي هنا؟ ندي القطعه هذه برك اللي من الواحد عفوا هذه اللي من الواحد اودي هاك، هاني درتها بالابيض وحمقتها حمقتها، ومن بعد نعاود بالاصفر ندي تاع هذه غير اللي اقل من الواحد برك، اذا هذا الجهه اللي راح نحمقها فقط. ها هي وين راهي؟
معناتها هذه ما نحتاجهاش، هذه نرسمها بالقلم خفيف ومن بعد نمحيها، قلم رصاص يكون خفيف ومن بعد نمحيها، ما نحتاجهاش. معناتها هذه اديت غير النص تاعها اللي جاء اكبر او يساوي الواحد، درك هذه منا ندي غير اللي اقل او يساوي الواحد، يحب يقول الله اللي ملهيه نمحيه، وراه هذاك نمحيه، او المنحنى تاع الداله تاعي. لاحظ كيفاش جاي المنحنى تاع الداله، شغل هنا شو كيفاش جايه هذه، ومن بعد هذه جايك شغل عوجه شويه، ماهيش ماهوش جاي هكا سوا سوا، معناتها ماهوش جاي هكا سوا سوا، لا جاي كيما هكا المنحنى، ومن بعد هنا يدخل شويه هكا طريب. دوك كيفاش نرسم المماس؟ المماس كيفاش نرسمو؟ ها النقطه تاعي عندي وحده إيكغيك تساوي إكس، إيكغيك تساوي إكس، إذن عندي بلا ما نحوس نفهم هاو مماس وين يجي واحد هنا، إيكغيك يساوي إكس معناتها موجه مباشرة يمر من المبدأ، لأنه إيكغيك يساوي إكس، أما الآخر راح يكون هنا. إكغيك يساوي ثلاثة إكس ناقص واحد، يعني أنت ترسم ورا ويجيك هاكا ومن الفوق ولا تحت، أنت نحي دير غير هكذا، هذا هو المماس أي نصف المماس اللي عندك. ردوا بالكم كاين كتب تجارية نصيبهم راسمين المماس هنا لداخل، لا المماس يجي برا في الظهر تاع المنحنى، مشي في بطنهم مشي لداخل، متفاهمين؟ صح. أنا اللغز كامل ماشي في حل التمرين، اللغز في هذا اللي زدته هنا الإنشاء، باش نلحق لهذه النقطة اللي تفيدكم بزاف بزاف بزاف، اللي بزاف عندهم مشكل فيها كي تكون عنده قيمة مطلقة، وهذا ما سنراه بإذن الله في التمرين المقبل رقم 11 اللي عنده مشكل في السؤال الأول حول القيمة المطلقة، وكذلك في الإنشاء هذاك راح نتعمق فيه بزاف، يعني راح تكون سنيوة تاع ماكلة كبيرة فيه، يعني مولا كي نكمل معاك تروح تقيل. ها هو التمرين 11 يعني في الكتاب المدرسي الصفحة 59 اللي راح بدلت منه، كان فيه سؤال الأول يعني عندك اف الدالة المعرفة على ار اف تساوي 3 اكس زائد القيمة المطلقة لإكس مربع ناقص 4، أكد لي على ذي السؤال الأول، نحيته وحذفته لأنه فيه الاستمرارية وما زال مدرسناهاش، سهل المهم تاع الاستمرارية. أما للسؤال الثاني رجعته الأول اللي راه هذا هو اللغز كامل راه هنا على هذه وعلى هذا المجال، لانه هذه اللي راهي بالازرق لتحت تناسب هذا المجال بصح ما تناسبش هذا، كيفاه؟ هم غالطين في المجال ما همش غالطين، معنيناش. السؤال الثاني سهل، ومن بعد زدت لكم انا من عندي حساب مشتقة الدالة وزدت لكم الانشاء اللي نحوس نلحق ليه. الى ذلك الحين نلتقي بكم باذن الله في الفيديو المقبل، نحل التمرين رقم 11، فيه بزاف الغاز، فيه بزاف لي بياج، فيه بزاف صوالح راح تعلمهم، معناتها هذا التمارين تاع الكتاب المدرسي منين ذاك نحلوا تمارين قاصحين، ونتعمق ثاني انا بدلت فيه شعل من حاجه، ونتعمقوا وروح متهني، يعني ثق تماما باللي تروح البكالوريا راسك مرفوع باذن الله. ما نطولش عليكم أعزائي، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.